السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة طبعا أول يوم في السحور، ربنا يعود عليكم الخير يا رب إن شاء الله. حبيت بقى إيه أوريكم السحور بتاعنا، ومن خلاله أقول لكم إن شاء الله بإذن الله يكون رمضان جميل علينا كلنا ومبارك علينا كلنا، وإن شاء الله ربنا يعيننا على الصيام وقراءة القرآن يا رب بإذن الله، وقيام الليل. ربنا يحفظكم جميعا يا رب. طبعا السحور ده السحور الرسمي لكل الدول العربية كلها، أو بالأخص مصر، يعني ده نظام السحور بتاعنا، الفول والجبنة واللانشون والزبادي والمربى والبيض. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا انا عامله فيديوهات بالزبادي وعامله فيديوهات بالفول، ان شاء الله باذن الله هتشوفوها هتعجبكم باذن الله، طريقه خفيفه ومبسطه. كل سنه وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.